انا بقول هاي شبكه الكورونا كل شهرين وثلاثه بيطلعوا لنا بمواضيع جديده، سامعك؟ اليوم احنا مش عارفين كورونا، في كورونا فيش كورونا، في اي شغله والله ما حدا عارف. بيجي بكل الناس توقف الناس اول شيء سفر، توقف الناس سفر. يعني اذا الناس اليوم قاعده بتطلع على تركيا، بتطلع على اسطنبول، بتطلع على كل الدول، على البحرين وعلى شو اسمه، على دبي وعلى تطلع بتروح بترجع بتفوت حجر عبونا ايش لو ايه. هل خايف من الاغلاق؟ معلوم من خاف من الاغلاق، ليش ما نخافش من الاغلاق؟ يعني مصلحه من الشكل، اي مصلحه في البلد هنا عايشه من ورا، لا الناس كلها عايشه من بعضها، ليش تتسكر؟ ليش يعني انا من شان 10 و20 و50 و100 واحد بيطلع ينبسطوا برا يرجعوا يسكروا البلاد؟ ليه؟ شو رسالتك للناس؟ انا رسالتي للناس اول شيء يهدوا شوي عن السفر، وبلاش يروحوا، بلاش يجي، يديروا بالنا حالهم، يديروا بال على اولادهم، وان شاء الله بنطلب من الله انه يكون كل شيء منيح وترجع البلاد تكون مليحه. بطل الواحد يعرف شو الصح وشو الغلط، يعني مش عارف، يعني كثير يعني فتنا بسبخيم كثير. طب خايفه من الاغلاق؟ ايه اكيد في احتمال انه يكون في اغلاق. هل في خوف عندك من الاغلاق؟ هل الناس رح تخاف من الاغلاق؟ اكيد الا بدها تتعطل مصالح انه وكثير بتضعضع الوضع. يعني شو رسالتك للناس؟ ان شاء الله الخير ويطعم، واذا في بالتطعيم شيء يعني عن جد انه صح لجسم الانسان ويطلع منها، ان شاء الله بنتامل الخير. ما نعرفش عنها شيء، احنا سامعين عنها الشغلات بس مش فاهمين شو اللي بصير قاعد. عالم بده يغلقوا المطارات، بده يعملوا تقييدات جديده، بس احنا ما سمعناش في تقييدات جديده. مثلا عن بالنسبه ل انه فوت على واحد على المحلات البسيطه، قالوا على السوبر بعدين اما محل ثاني دفع 500 شيكل، واذا انت اذا سحبت المحل بتكونش للفوت عليها بتدفع انه تحط مهمه بتدفع 1000 شيكل. و التعليمات هاي، هل خايف من الاغلاق؟ ايه هل خايفين الناس من الاغلاق؟ غير بظهر هاي التعليمات سمعنا فيها، انا بسمع اخبار بظهر ما بسمعش بالشغلات هاي. هل الاغلاق رح ياثر على الناس حسب رايك؟ بجوز هاي الشغله اللي قالوا عنها بالصين، تقولوا لهم حضروا اكل، هم حضروا اكل. لا هي بالصين تقولوا لهم حضروا اكل، ما قالوش للشعب الصيني حضر قتل عشان في هلا مش معروف في حرب او في شيء، مش معروف شو يصير. احنا ماشيين بالطريق ظلام، مش عارفين وحالنا وين. شو رايك في طفره الكورونا الجديده اللي اجت من جنوب افريقيا؟ مش مآمنة فيها. هل خايف انه يصير في اغلاق جديد؟ خايف يصير اغلاق جديد بس على الفاضي، يعني بالاخر على الفاضي. شو رأي رسالتك للناس بهاي الفتره اللي عم نمرق فيها؟ مش واضحه المزبوط، كل واحد مش واضح. يعني فيش وضوح لدى الناس من معلومات حسب رايك؟ ينتبهوا يديروا بالهم، يعني برجع الواحد بالاخر بيقول يعني بدنا ندير بالنا من هذا الوضع.